رومانيا النمسا، وين النمسا تفوز خارج ميدانيا امام رومانيا بهدف لصفر. وين شفنا كيفاش هذا الدور الاوروبي الجوله الرابعه المجموعه الباء المجموعه الاولى، شفنا كيفاش كانت المباراه، وين شفنا الشوط الاول وين انتهى صفر لصفر. شفنا كيفاش ليساندرو الذي سجل في الشوط الثاني في وقت صعب في الدقيقه 76، يعني كانت المباراه وين كانت نقولوا بلي رومانيا وين كان مسيطر، لكن شفنا كيفاش النمسا بهجمه معاكسه وين سجلوا الهدف. شفنا ماهايشنا اندريا، شفنا ليان توسكا، شفنا نيكوشار، شفنا كيفاش ليساندرو، شفنا يعني نيكولا، يعني اسكندر دانيس من جانب رومانيا. شفنا كيفاش رغم ان التغييرات اللي داروا المدرب تاع رومانيا لكن بدون نتيجه. وين شفنا كيفاش يافاو الحارس اللي انقذ المرمى تاعو تاع النمسا ستيفان، شنا اسكندر، شنا مارتين، شنا دافيد البا، شنا ستيفان، شنا جوليان كريستوف، شنا يعني مايكل، شنا يعني كانت المباراه وين المباراه شاهدناها كيفاش كانت مغلوقه في وسط الميدان. شنا كيفاش رومانيا وين لعب بخطه 4-4-2، شنا كيفاش النمسا وين لعب بخطه نقولوا 3-5-2. يعني مباراه كل مدرب وكانت عنده خصوصيات تاعو، كل مدرب وكيفاش كان يشوف المباراه. وين المباراه نقولوا بلي رومانيا وين ضيع الفوز تاعو في الشوط الاول، نقولوا بلي الشوط الاول وين راطى فوز كبير. هذه هي وين شفنا كيفاش النمسا وين عرف كيفاش نقولوا باللي وين شفنا كيفاش في الدقيقه 86 وين النمسا وين شفنا كيفاش جابرييل وين شفنا جابرييل وين قلت يافو نايتا، شفنا دافيد، شفنا كريستيان، شفنا كامورا، شفنا يانيس، شفنا ساندرو، شفنا ساندرو كريتو جورجيو اللي ضيع الهدف. نقولوا باللي الهدف كان سهل. هذه هي المباراه اللي انتهت بهدف لصفر في الجوله الرابعه، رومانيا صفر النمسا هدف، فوز النمسا في هذا الدور الاوروبي.